أم لأربع بنات استشهد زوجها خلال مواجهة التنظيمات الإرهابية والدفاعي عن محافظة حلب. لم تستسلم للواقع المرير وقررت الاستمرار في مجابهة ظروف الحياة الصعبة، وتابعت نضالها في اتجاهين: الأول رعاية بناتها الأربعة الذين كانوا صغاراً في أعمار متفاوتة، وبالاتجاه الآخر عملها كمعلمة ومربية للأجيال في مدينة نبل بريف حلب الشمالي. بالبداية عدت علينا 8 سنوات استشهاد جوزي، يعني البنات كانوا بأعمار صغيرة كتير، الكبيرة فيهم كانت 7 سنوات. فأنا بالرغم من كل الظروف اللي عدت على مدينة نبل من حصار، من ظروف حرب، معاناة كبيرة، ما استسلمت، ظليت متابعة موضوع بناتي ومهتمة فيهم، وأخذت دور الأب والأم، عوضتهم من جوانب كلها، تابعتهم صحيا مدرسيا، ظليت عم بتابع أمورهم بالرغم أنه هني 4 بنات وما في شخص معيل لألهم، يعني ما استسلمت أبدا وظليت متابعة معهم. وهلأ بناتي الحمد لله من الأوائل من المتفوقين، بنتي الكبيرة طبعا صارت في الصف 9 بالشهادة الإعدادية، وبناتي كبروا مستمرة معهم رغم معاناتي بالبيت وبالمدرسة وضغط العمل. مع هذا الشيء أولوياتي لبيتي ولبناتي، وأنا معهم جنب بجنب مشان يكملوا مسيرة والدهم الشهيد ويكونوا عند حسن ظنه. بابا استشهد وضحى في حاله في ظل الوطن، ماما كملت تعليمنا لحتى نحقق حلم بابا ونكون من المتفوقين، وأنا بتمنى أنه كل ولاد الشهداء يكملوا دراستهم لحتى يحققوا حلم أبهاتهم، وأنا فخورة ببابا لأنه ضحى في حاله وكان شهيد في ظل الوطن. وضعت أمام عينيها هذا الواقع الجديد الذي أخذت فيه دور الأب والأم بمتابعة هذا الطريق الصعب بكافة النواحي، فكانت مثالاً يحتذى به في المدرسة والحي بصمودها وإصرارها على متابعة حياتها.